يشكل معرض حمص الزراعي الذي افتتحته غرفة زراعة حمص اليوم فرصة للمزارعين لتسويق منتجاتهم بشكل مباشر إلى المستهلك، إضافة إلى إطلاعهم على العديد من أنواع الشتول والمبيدات والمخصبات مضمونة الاستخدام. حبينا نوضح لأخوتنا المزارعين عن المعرض، فيه 7 أو 9 شركات، 9 شركات مخصبات وشتول ومبيدات زراعية. الغاية منا أخوتنا المزارعين يطلعوا على الأدوية الموجودة حاليا أو المبيدات أو المخصبات أو الشتول، يطلعوا عليها وشو مفعولها ويعرفوا إن الأنواع الموسوقة. كان في دعم حكومي بشكل عام لدعم النساء الريفيات بمشاريع صغيرة مولدة للدخل، لتأمين مستلزمات الأسرية وتصنيع الفائض. من هنا جت فكرة وحدات التصنيع وإقامة سوق لتسويق منتجات المرأة الريفية، وهي هون بعض المنتجات اليوم مشاركين فيها بالمعرض حتى نوصل للمستهلك صناعات نظيفة من عسل، زيتون، مصنعات غذائية مختلفة، أجبان، ألبان، زعتر، زبيب، إضافة إلى مصنعات المرأة الريفية، صناعات يدوية من خياطة مختلفة. منصنع هلأ أكثر شيء عندنا منتجات الألبان والحلو، وكنا ننتج مخلل ومعاقيد، ولسه الأيام جاية يعني بصير في مشاريع جديدة، يعني إنس في إنتاج جديد. مشتقات الحليب، جبنة، الزبدة، لبنة، لبن. حكينا إذا حاجة في عندك طابق ياخذ سالة.